طرق العلاج الحديثة اليوم إلى أين وصلنا مع الذكاء الاصطناعي، علما بأن استراتيجية وأهداف الدولة وضع الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات الدولة؟ إن الذكاء الاصطناعي شيء جدا مهم في طرق العلاج، وحتى تختصر طرق العلاج، حتى تختصر الزمن، ولكن أن يجب عدم إساءة استخدام الذكاء الصناعي في العلاجات. يجب يكون هذه الطرق معتمدة من الجهات العالمية ومن جهاتنا المحلية قبل استخدامها أو إساءة استخدامها. الذكاء الاصطناعي شيء رائع جدا ويساعدنا كثير احنا كأطباء في عملية تشخيص الحالات وأيضا تقديم أفضل العلاجات بأقصر الطرق، ولكن يجب اتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات الرسمية داخل الدولة، وأيضا يكون هناك ان الذكاء الاصطناعي هذا معتمد من جهاتنا الرسمية داخل الدولة بحيث لا يتم إساءة استخدامه. جميل دكتور، دولة الإمارات فيها يعني السياحة الثقافية، فيها السياحة العلمية، فيها السياحة الطبية أيضا، أين نجد أنفسنا اليوم عالميا أو على المستوى الإقليمي بين الدول المتقدمة في مجال علاجات المسالك البولية؟ نعم، إن السياحة العلاجية هي إحدى طرق أو نعم من روافد دعم اقتصادية. الحمد لله رب العالمين، عندنا على أرض الدولة من أحدث المستشفيات فيها أحدث الأجهزة، والأطباء من أعلى الكفاءات الموجودة عندنا الحمد لله، وبالتالي لا داعي لخروج خارج الدولة وطلب العلاج. بالعكس، الآن ناس يجونا من دول الثانية، من دول الإقليمية وحتى الدول العالمية على أساس يتعالجوا عندنا، حتى بعضهم يطلبون منا تسهيل الأمور عليهم الحمد لله. والحمد لله رب العالمين، دولتنا الآن سهلت على كثير من الناس بعملية استقطاب أفضل العقول الطبية في جميع المجالات.